Oui, Thierry, dit Walim, TQ5, Thikilta, Tasgita, qui pose qui est un Libya. Un Libya, et Mazir Libya, il est au Mkel, quand on se voit, en vieux technique, un Timdit Ashkit, ni Mazir, ni Dylan, à qui n'a fil le Bharn Wagrekel, Zouara, Zouara, des Nakwan, ni Mazir, c'est le Wit and the Sahara, un Mazir, tout dernier. أفشون يفرد دوام أم سلا يفنش تكير السكير أخطر يفرد يونو نذير سوزالي سنذير سوزالي ذكن أفان أفان إم نذير أين من قارس سان فرانسيس لي شيرشور كنير نو مزروي نو مزروي وحنا ثلي ثقفور في لونتيكيتي وفان دي ثمان النالوت النالوت دي زغانا كين دي قدرار النفوسة ما نا قرمن شطح واهرة كال نيلول دينا وفان دي يوث الوحدة كنير ثورا ستيرا نتفينار وتساق فورث ساق ديم تطاس تطاس روحا كينا لما ثمانية ثمانالاف غير 6000 8000 اسبوسن ايا غار دفير عاد نتاتيكو كلام تقفوض دي سيرا ادوفان باش كني غاد ناوي الهضور في اللاس تواب في اللاس ما الى غير وانش تاكي تيكيو 5 تروح تقصد وين لان ضمغه ضمغه تسداويت تسكلا زورين نغير من قارس فرانسيس لو دوايا لا فاكولتي دي لتر اي دو ديزار نصرف عميد الكلية الأداب والفنون قلان دي تزوي تاكين زوارا ذا نتسار انتال عدي ذا سلماذ نو مزروي روح نتسار تربعتي نس نو ذا دو فن نشتاكي أنو حد نو يدس أمس لاي وكي قرناس أبروفيسور شوقي إبراهيم وعمر ماينير أزول فلك مس شوقي أزول فلك مس إبراهيم أزول فلك مس رشيد أزول فلك مس شوقي ويفن وقبل نبذو ادم الصلاه كيف في لاك غاسو لما سيدي دي توالين تيكيو 5 زغان بكن امازيغ ليبيا ما هضرون مخلف مسيت نسنا في مسيت قبيلي ثم شا نسى دارني سي ثم نظن يخدم انا دينيس اذا كان يخدم دارني ثغورينس الصغاري استعرف إذا أنا صار إسقليزي تهم ستو ما يستخدم الهضور أن تسنع طاس إن أي دمكن وقدر يفهم بعمر ما يهضر تمزيق وإذا نقول ليش أتاسي مثل أن تسنع إيه هذا يهضر كي إسقليزي صعرف أن يخلط أكت مزيق شخصيا مزوج وسينير مشوقي أو يفن مشوقي حكوا يتفلك ذنوث شوقي إبراهيم معمر. شوقي إبراهيم معمر أستاذ التاريخ القديم والأثار بجامعة الزاوية كلية عميد كلية الآداب والفنون زوارة نشي ندير المجموعة يعني سلمادن في النالوت نالوت دي سميت دي نوفن النقش ما قبل التاريخ ونوفنتي دي النص التفيناغ المنارة في لاسن دي اسكيد التفيناغ نفلا النالوت بعد نفلا النالوت فبراير 2019 نفلا النالوت نقد دراسة نزرع السكيل نقد دراسة المنطقة تكمل قادي الميليس والدين كمل قادي دراسة نفاع النقوش مع قبل انكريفن البينتينج منتشر بينتينج انكريفن مع قبل التاريخ دي 12000 سنة ديس 15000 سنة ديس النقوش نفا النفا تمزجدة يعني الفترة الإسلامية فترة الإسلام يلا لا أمكن بنادم يدر ديس إتر مليون سنة يعني نفا النقوش نفا الأدوات نفا يعني اكتشافات رهيبة جدا في الموضوع وبدات نزل في الناس مظهون نفا مزرو يلا يحرز يتص غرس ملايين السنين نشنين الموضوع نغس سوغاس شين نتوت لاف لاس نيغا فلاس دراسة كاملة نوكز ان ان شاء الله ما تيرمز اللوحة توت لا غير كتن كيخت المسنجر مس رشيد تبدا المسنجر الصورة النص تبدا فلاس الطقوس الهابينس ريليجيس لان من شين الغلطة مثلا بنادم من ما قبل التاريخ بري هستركو يسن يصير الديانة
صغرس الديانة دي صغرس طقوس الديانة. طقوس الديانة ديانة توت الله الوسو الموروث الثقافي السبرجي نايس العادات والتقاليد نايس السبرجي زوارة نايس السبر ها العادات والتقاليد فيلا الوسو يلا شو اسمه نتقديس تقديس المغربي نتقديس المناسبات كم نتقديس فالرسومات النقوش تنوفين نقوش مهمة الاستيطان تنوفين انت الانشن ساتلمنت تنوفين جرى 10,000 سنة 6,000 سنة فالاكتشاف يسي رهيب جدا لأول مرة أي أول أيوتيك أنت بزوار تدافن نص انتفناغ المنطقة ندرة النفوسة وليش ولا نص انتفناغ في انتفناغ النفوسة ديس النقوش ما قبل التاريخ جيفرد طامرت نيفرد لكن قدالوت أيو لأول مرة اكتشف إذا نفاء إذا إبلاد ما يف النقش نص انتفناغ ده نكتشف ان انت نهاية العصر حاجة الحديث نتا نيولوتك نيولوتك تايمز نتا جال 6,000 1,800 سنة توت وشانغ الاكتشاف وشانغ الهمية الحدث صراحة نصو شمشة في الاسد وضعوه نقال دراسة نقال بحثام هاي توانشر قال ببليشت قال المجلة الامريكية خدنا المركز الامريكي للدراسات المركز الامريكي الافريقي للدراسات American Black American Studies الناس ده هل نشر فلاس بعد ما تنشر مصر الشيد أكلك يغلينك ده تنشر حتى عن طريق المحطة تو البربر تي في تو فايف ده ولا ده توكس ده في اللي هذا توكس ده في اللي مصر الشيد صلاح فهم مليح أجزاء مليح شد نيات مشار خطر هذا ذي اللي قبلين وودي فهمنا مليح أثيت سما شد نظام شوقين إبراهيم إنك ذاكن أنا ذير أنك إلى مظلفة ذي ثمانية مزيرا ليبيا ودي ليان نزيك ثم أثنى تقصى طاسة طاسة نفاق طاسة كيكين للشغالة ذي سبقنا بالليغ أما أني شو دنا ثلاث نيت نسلم تمزكي ذات كل مقام صار في العهد الإسلامي أنشني إلا مشى وقبل أدسني مسلم الطاس الحوايج دوفان دينا أما ذا نقاش إني مقام النقوش صارف دارني وفان دارني والسنة كي دوفان ذاني سوهامن تينا انتفينار إن إذا حنا كي غنظفين 6,000 سبوة سنة 8,000 واش تكي مثلا دي فاضيو تسغونت دي ماريكان قناس أفريكان أمريكان ستاديس الدفاع وسنة كي غادي قار مس إبراهيم شوقي أونتشكار أسغان لو ليان ذا لينك وكني أنوالي أشير ديفرنت قلنا ذي كي كسحنا زال طاسة طاسة هاف تكتم زوجة دفن باللي ثيرة ماشي عشان نتمزق في فينا مازال تلسع لومانيتي ياك انت تايلين هاف تخبر ياك اشكو واحد ثالث نير امون قام سند بوزرو قبل الحجري نا لا بري استوار لا فون لاج دو بيير اسقارن فرانسيس هي مشاكل ذا ماينوث ورجين يضغاد ذاني صراحة أخدي شجاع كي تولي ما كثو ذوقنا وين كيان إشكاه تد مس إبراهيم شوقي وأدنو غال غورس أشكو أخدي شجاع كون دنير لليان مجرد وسنان لاتيك سيونتيفيك نير أدي فرند غوسان كيان دي سرون تكيون دنير أفريكان أمريكان ستاديس سرسيري دي سدون مس إبراهيم شوقي ثنيت بالليغ 6,000 8,000 6,000 6,000 and 8,000 BC. BC. أسبسينو ذكي الزعب اللي 6,800 غير 6,000 8,000 قبل العيسى. ذكي الزعب مش ذكي. أبا. النيولوتيك هو العصر الحجري الحديث. النيولوتيك between 5,000 and 8,000 years BC. النقش وتنوفيد نقش الفيت والأثار القدم وتنوفيد سل فترة العصر الحجري الحديثة يعني لا نقش فيه بالمقابل أو تزرس هذه الأسكين وتنوفيد
بنفس المادة بنفس الفترة الزمنية نفسي the same time في 6000 the same time باي بنفس الوقت the same time بنفس الوقت أن وودن نكتشف أن أنت طقس ديني يعني بمعنى أيمين النقش اللي ارتنوا فيه وان الفيس وان الفيت نظار هي دو سكيل يعني اللوحة توجد يعني اللوحة توجد جمش استيقلناها فالتفت انت تسيماني يعني بمعنى the same painting at the same times باهي بنفس الوقت الشين طبعا غنى المادة التكسيس هل يعني بنفس الفترة هذه وإلا لا احنا عملنا اختبارات في هذا التستنج في هذا الموضوع واكتشفنا ان بنفس الفترة الزمنية بالضبط هي لوحة تامة يعني ما نقدرش نفصلوها على بعض ما نقدرش نقول هذا عمره 5000 وهذا عمره 8000 years ago لا هي لوحة كاملة مع بعضها يعني اسكيل دل انكريفنج بنفس الفترة تتواجدت بنفس الطريقة يعني أنت ترمز حتى النص التفناء هذا سكين التفناء نفسي اللي يرمز اللي يتقص اللي أنت الشارة ريليجيس دينية شارة ريليجيس دينية بنفس الطريقة لوحة أجد ذا يتسب ذا النقش الأدار ونقش الأدارة الأقليبية يكمل يعني the all things of the feet for prehistoric that's all يعني من شرطة فقط لصول اللوحة سيمانيس ديس النقش الانكريفنج هو تيلا قل وول سيمانيس أو البينتينج سيمانيس تو عمريس 5-6000 years BC أيو that's it نفس الشيء السكين وانتفينا بنفس الفترة at the same time أو not the same time for after 3 years 4 years then at the same time يعني وقت يقال بينتينج يقال بينتينج دي جاسكي نفسي قد أجل يعني أنت تنقص نشي غنغ المقارنة عندنا مقارنة عملناها في الدويرات في تونس لقينا قصر القصر هذا غسلوا عرفت الله القصر نقوله غسلوا قصر كبير هذا بتاع اللي فصل البلاد لقينا في وسط الدويرات اللي هي البينتينج الداخل في وسط القصور هذا الديكوريشن داخل عمره 100 سنة ولكن فيه نفس النقش الموجود في نالوت القناة يزينوا به في الدويرات والقناة في ليبيا في القصور بتاع ليبيا القدم هذوك الغسروا فانت العملية التراث الموروث الهيريتج ما قبل التاريخ still continuing right now يعني ما زال الإنسان يستعملها بموروث ثقافي إلى حد الآن والأدلة موجودة على الكلام هذا الأدلة في النقوش عندنا صور لعراس في تونس اللي هي العملية هذه اللي موجودة هذه بالطريقة هذه تعال العرسة في تونس والجزائر حين تقول أنتم نكلمة النيمة ستتجلى تقاميهم أيو علامة التانيت نشغلنا الرسومات العمر 8000 years ago painting of 8000 years ago تمتو تقاميهم العلامة التانيت تانيت آلهة قرطاج فينيقية تانيت انت تعلمهم شو تنيت هذا الاسم الصحيح لا ليس تنيت it's not تنيت 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 the original تنيت وليس تنيت لكن تنيت طبعا سل classic from resource from classic resource from the Latin and the Roman تنيت لكن الأصل تتطور نغرشي تنيت وليس تنيت أداها متى نوفا واي متى نوفا نص أكمل اكتشاف رهيب جدا يصار جا مقبرة توت عنخ آمون وفن توت تنيت ستيفيناغ تلاقي المقبرة توت عنخ آمون دفن النص جهرم خوفه نص ستيفيناغ هاي تيرو كتكي لا 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 توانا the same this document توانا بعتوك توه في الماسنجر توه النص اللي القوف في هرم خوفه اللي هو هرم خوفه في مصر نص تفيناغ من الألف اللي هو 3000 before Jesus Christ اللي هو 5000 right now هذا موجود طبعا هذا موجود عندنا اهو تو وصلك تلقى وصلك على الماسنجر يا ماسنجر
المنطقة the region of Nalut. فراهم قبل تكملوا هاد السماء كذا كي كيسمى ولا غشد النيض غاس ولا ما كاين اللي غاد غناديه كي يشد النيض كفا مزغوي كي يقفوا ماشي انا شدينا فراهم كي كاين سوز البول كان انك باللي مسقسا ام كي زران باللي انا شاكير الا 6000 يا 6000 من لا في سكوسن وقبل 3000 عيسى شدينا فراهم انك ذاك نكون نسن أمكن زغب باللي ثلثني من قار ثلث نوزغو أثرا أشياء ديني باللي نكون لا سيونس تسنى سامت باللي نزغب مثل ثلثني يعني 6000 8000 إسقوة سن قبل عيسى وفان ديجا تسنى العلم لا سيونس تفرس لغاية ذاكن ثلثني وفان أنوغن نا انقاش اكيكين ذو النوغان سيدي ديسا غصوم شوفان ثيرانيم اكو ذي نس إلا اكذو اكو ذا ندي نوفا اسكي لكن تفينا ذي نالو تيهلاش ني غيجان نكوني نوفا بلي ذي ثالث ني نستلاف يال سلاف ثمنا لاف وذا غم روح نار تونس إلا ذي نالو القصر اكني القصر وفان داني ذي نالي سكيبتور سي لا دات دو لا ميم بيريود يسون بابري دو لا ميم de la même sorte je dirais Jean net blé hier est-ce qu'il n'est qu'une fille n'arrive ou fan qu'on a de tout le reste ou l'attaquer à la tour les macathura et du fan des nalot et hier ce has been hier salaf salaf et ce qu'on a dit qu'on a dit tu vois donc c'est et mais Ibrahim Chouqi a signé donc c'est Ibrahim Chouqi est-ce qu'il n'est qu'une fille n'arrive est-ce que Ravais Mas نقدر سكيل كان لا شاد النص لا شنص شنص لما تصدر النص النص على تلك كان مرتب كان step by step فكذا okay. I can سكيل لا بطريقة نص معروف شيل كل تفينا النص لما كان نص كان مرتب تعملي نتا وليش مرت أنت البلاد مو هي التاري التاري النص جاتيرة في النص ساميو سكيل ينبرد اسم ينبرده ده ينبرده يعني بمعنى يحط في ال في ال في ال في الن في ال في الحرف أو في سكين لما يحط فيه مش بطريقة مرتبة بمعنى إنسان يحط في ال في ال في ال في الأبجدية أو في جوسكيل يحط في سكيل بطريقة غير مرتبة وبطريقة ما تكمل يعني أم طريقة السحر أم طريقة عملية ما يسمى بالreligious wall لما كنا يعني توها يعني religious wall لوحة دينية بمعنى لوحة دينية لكن تشهد النص لأن أنت التفناغ التفناغ توت التفناغ تشهد الوجود أنت المقدس الناس التفناغ الصحراء توارق الناس المقدس الأسكيل هو الناس المقدس طبعا أنت المقدس بالفعل المقدس وين المقدس سكري دي اللي ترى في النهاية سكري نشي نخسل أتكنديس الدراسة في تاريخ الحرف تاريخ مسكين لمي بالضبط نشي قبل يصير وغير نخش الإفيدنس الليفيدنس وغنقش ان انت رسول ما قبل التاريخ نتنت بداية الامجدية او بداية السكيل العالم يعني يعتبر 6000 مليون سنة يعني the long time يسي وغنقش الافيدنس افوله خول تيرو غرمغ الافيدنس لا الافيدنس لا ان السكيل واحد ثورة اشيد الدليل يعني الدليل قد تسمى ارثورة ونسعيرة الفرهان الليبيان باللي أمزغون برهان أمزغون سكين انت لسا قارن دكاكي باللي ذي التفينار ذي مزيغان أما أنا ونسعيها الثبوت ونسعيها البرهان على الفيان البرهان على الفيان ونفيدانس ونسعيها الليفيدانس ماشا سونا ذي كي نخدم وساناكي ذاك النفاق اسكيل التفينار لفذي الواحدة كي دوفان ذي نالوت الحان السلف أكثر من نالف إسقاط النقفل سيتورا ذاك نهيتورا
داين ليفيدونس نيتو ساد هي دي سكيلن نتفينا ني مازيران ذني ثنير اذ سكيلن ام زورا انتلسا اكني دوفان ام جاز ام زوارو مزروي ذي المباروك مازيران اذا مزورا دونك هي داين صفراح مس ابراهيم سهم هذا شد النير ثورا فغا دينير اسكو ايشو دونك شكي غير الدين تقارب باللي ثني ضايد سفيرت مزيكنت نريد باللي المشكل لنا اغفل لنا نكون نسمن الاساطير ذميت يبضد الوقت انه غير ثورا ثوسنا العلم الا خلنا وصل شنيا اخرى ثورا ثالث ثوسنا ذاك كفت موشوها نزيك ثورا نروح قد نسوي الشغل سود من توسنا نراك مس ابراهيم شوقي الامزور الله يقول الامزور الله يكمل الاساطير اللاتينيه يعني الوقت يري الامزور الله سياسي يا رجل سياسي يا درجه سياسي يا درجه ديني يعني معناه متطرف ومؤدلج سياسيا ليه يمكن داري التاريخ لا يمكن داري نمزرو امزرو لا يمكن التاريخي المؤدلج والعسكري والديني هادو ثلاثة يعني الشرائح لا يمكن يكتبوا التاريخ لأنهم غير صادقين لا يمكن يكون صادق احنا امننا بهؤلاء الناس والعسكريين هادو والسياسيين والمؤدلجين وجابوا لنا اساطير خرافات وقال لك لازم تأمن بهم الإيمان بالأسطورة هذاك الدين تؤمن به أنت بينك وبين ربي أؤمن بالأسطورة بينك وبين ربي لكن تفرض علي أسطورة وتقول لي لازم تأمن بها والعالم يتأمن بها لا العالم تغير المنهج العلمي الأكاديميك سيستم هو اللي نجح في العالم هذا وأثبت العالم والإنسان البشري أن العقل البشري تاريخنا يكون بالعقل ماهوش بالأسطورة والخرافات الآن توا كثير نجمة كاملة أن سكين تيفينا العمر أقل شيء 6000 إلى 8000 يعني 6000 8000 بي سي بالدليل بالإفيدنس شيء يقول غير البرميشن يلا موجود خلاص البرميشن موجود لكن لازم نادل نخدمه في الله سأقوله لازم نخدمه على الموضوع هذا والخدمة هذه ما هيش بسيطة راهو المخزون الطافي اللي عندنا موجود في الـ في الـ في الـ في, الـ في العادات والتقاليد عند القبائل عند المغرب عند الجزائر الكل عند ليبيا عند مصر في الصحراء الغربية راه كل موروث واحد وكل موجود مجسد في رسومات اللي هي البينتينغ والكريبينغ ما قبل التاريخ اللي عمره في 8000 و10000 سنة موجود بالعلامات بالحركات بكل شيء الرقصة عندكم في 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 الجزائر عندكم اللي هي الرقصة اللي فرقة النويل في بوسعادة عندها رقصة معروفة في بوسعادة قالوا لي هذه رقصة عربية يعني في الجزائر في 2018 كنت في بوسعادة عملت عليه موضوع بحث عليه موضوع النص متاع السكين تيفينا قلهرمات العمر 2500 سنة معناها 3000 بي سي وزاد الفرقة توتم الفرقة العربية نويل قبوس عادة قل الجزائر ترقص ما رقصته نفس the same dancing وليش تلاقي ما قبل التاريخ العمر 8000 سنة قل لك كوس جنوب ليبيا يكر سليمان حشي والمركز والحيات ما قبل والبري هيستوريك سنتر والألجيريا يما إذنها موجودة حتى قل هوكار كما غصيت يتلاقي بدي ما يسن أي الرقصة العربية شو نخرب العرب بماسة هذه عمرها 6000 سنة موجودة كما هي في الأكاكوس في الكريفك ما قبل التاريخ في البريهستور موجودة هي نفسها يا رشيد بس رشيد لكن احنا ما نقروش التاريخ ومدام ما نقروش احنا مشكلتنا كيف العرب برا ما زلنا نؤمن بالبداوة وما زلنا بس رشيد مشكلتنا في الجاهلون اللي يتصدروا في المشهد واقفين في المشهد في التلفزة تلقاهم في كل مكان هو جاهل يعني مشكلتي مش في شخص يزل الشيء لا أنا it's my problem تعجني يا سي رشيد مشكلتي في جاهل يدعي المعرفة
جاهل بيقول لك اني نعرف. وهذه مشكلتنا في ليبيا، في تونس، في الجزائر، في المغرب، هذه الكارثه نتاعنا. هذه لهذا المثقفين والمتخصصين كلهم دباك دباك كلهم رجعوا تاني. صح. والان الصوره موجوده عند اللي هم شو بقول لك، مش الغوغاء، اللي هم الفورش والمجموعه الستوبيد هذول الموجودين في الشاشه. للاسف يا مسرشي هذا اللي صاير. نتحسف. اشي دي قرا مس بروفيسور ابراهيم شوقي، شوقي ابراهيم معمر، انك ذاك امزغيو ويسكي دي فيرا اغفل النار نكونيسي مازيغون نبو ديكتيك كي سبوا عرفن نغال ان سكي دي ما دينير نكونيسي مازيغون ندير وقال كيف فنا كثير مزغنا حطنا دوغا مازيغنا هاتي ثيلا ماشي زني ثنيه ما انا وقال كيف فنا دابو ثنكي نلتزاير نمبروك نتونس ليبيا ثقنا ثقنا اسكي دي من تصف في جذور الانسان اكي ادي قاضي تزويرا ثلاثه العباد ولا خاص نتمنم الى ارجاز سرثان البوليتيسيان الى ارجاز سرثاس الميليتير الى ارجاز الدين لا ريليجيون وكذا كاسكي دي فان خاطر استخدام تسنكتا وانا سعدين تسنكتا ليديولوجي انسان ايوا كني سعدين شي بغان غاسكي دي فنسان ماشي غير في غاو سامو سكي دي فان ارجاز توسنا توسنا وسكي دي فان إلا نكوني سي مازيغون يبضد لا وانا نروح نطف افريد نتو السنا اغدي اغدي سكنن ذا شو ذا فريد ذا شو ذا مزويننا وكني نخدم ازكانا ذا شكي كي قارن غروسو مودو اشي دينا مس بروفيسور شوقي ابراهيم معمر وما يختن مي طاس طاس إمي غا شكي اسالي كيف كيف ذا سالي يسفرحنا طاس طاس اتكفو كنسو سكسيري واك مس شوقي ابراهيم ثمسلاي ضد ثلاثي دينير الساعة تكني ثلاثي دينير ثنيض الطقوس الدينية نماز بثي دينير ثلاثي دينير سمازي انساين الدين اقلان ثول لحتكي ثل وحتكي يدو فم ذي النالوت ذا شو الدين يسخدم من ميران امازيغن سهمات ذا شو الدين فهمت شو ما هو الدين او ما هي الديانات التي كانت تستعمل في ذلك العصر عند الامازيغ حسب نظرتك، حسب نظرتك انت يعني سمو لينك ذا شو انك كي وين ساين الدين من امازيغ نيميران يتو فهمت الواحد هكا ف العالم لتر ايطالي ناس فابريتسو موري يما يا 20 عام 20 عام فاتي ما يدل نسقسني فاتي ما يدل ان بنادم يوكز الديانة الريليجيس يوكزيت يما نتش متوقع يعني الاعتقاد سجلش انه يوكزي المنطقة جنوب ليبيا دي دي لما يتوت لها جنوب ليبيا ابصاوتو في ليبيا معناها يتوت لها في البتا يتوت لها في الجزائر ليبيا بالمنطقة تونس الصحراء الغربية ما يدرون نتوقع أن أول ديانات العالم انتدى إمازيغن غرسن المعتقد الديني متطور جدا الرومان غرسن الآلهة من الرومان ربي من الرومان غرسن غرس أودم الأغريق غرس أودم إمازيغن وشن شو دم يا ربي إمازيغن غرس الآيكونز بس أودم يا ربي لا وللي ودم ربي ناس قوة خارقة نتت الباور داي ربي غرس الباور دي لا دي سل دي سل دي سل اللوجن اللي في الناس تكذب لي اللوجن مثلا انت اللوجن تسمى انت اللوجن زرع اللوجن بالانجليزية انت الضبابية شعرها ميونا ربي ربي وغرسو دم وغرسو دم ربي مري مزيغا ربي وغرسو دم قمة قمة بالضبط نو فيس قمة الحضارات لأن يعني الرومان الأغريق أنا ويت غرس الحضارة غرسن كذا ربي غرسن إيزيس أو سيريس غرسودم مشني لا شو يقولي شودم شيل لا شيل آيكونز علامات بس تانيت مثلا أميو لوحة جنسية إلى الآيكونز علامة لكن الرومان لا الرومان غرسودم ربي غرس الفيس فيس بلادم جانيوس كوم مايوس يانيوس ابريلوس دوز ماون بصح دوز ماون
Les Romaniens, les Romaniens, c'est une vision moderne. Est-ce que les Romaniens, les Grecs, les dieux, les divinités qui sont françaises, les schématisent, les techniques sont les mêmes, les techniques sont les mêmes, les divinités sont les mêmes. C'est abstrait. La chute de la c'est abstrait. Et c'est ce qui est le lien de la vie. Normalement, il est RD, RD, Nachkouz, mais il y a un lien. Il y a un lien. C'est le lien de Mess Ibrahim Chouki, Thura, Douala, Al-Amon. Il y a Amon, il y a un des Masser, Mess Ibrahim Chouki, il y a Amon, il y a un Twisson. Il y a Amon qui est déchoué. Est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit Amon. Amon. Ou هو إله الأمازيغ مثل تانيت وإلى آخره. لا إله الأمازيغ. إله الأمازيغ دليل أن هيرودوت يما إله أمون بوسايدون يما أخذه الإغريق عن الليبيون. أخذه الإغريق عن الليبيون إله أمون. الناس أمون سيوارا فأمون رع أمون سيوا نسبة واحد سيوا سيوا ابن خلدون متى ما ابن خلدون ما واحد تي سي واحد تي سي تي سي نتا يسوا تي سي نتا سيوا سيسوا فاهم سيسوا نتا الناس قل الأساطير المصرية قل الأساطير المصرية الهولي ستوري نسنتين الناس منبع أمون ناس منبع أمون سيوا. دونك ناس منبع أمون تتل الأساس أنت ربي مزيغ المتنان. ناني مزيغ ربي يفوغس ومان. يفوغس ومان. أمون يفوغس ومان. لكن غرس الشكل وغرس الشكل. أيو قمة الفلسفة الإلهية. وليش الفلسفة شعوب غرس لآلهة آلهة بدون غرس شدم. كمان غرس الندم. مش لله شيمون لله طريقة ما كنا نديس ال الإزمر شنو اسمه بركوس اللي هو الكبش إحنا نقول له في زوارة نقول له أبركوس اللي هو الكبش الكبير اللي هو الكبير إحنا هذا رمز أمون. وبعدين العلاقة ما بين شيشانخ ومصر الكونتاكت الكبير اللي هو اللي إحنا ما قدرناش نستوعبه إحنا اللي مزيغ نستوعبش الفكرة أن أزجن المجتمع المصري أزجن المجتمع المصري السوسايتي المصري أزجن المزيغ الخمسة الآلهة التمصري إيزيس أو زيريس دنيت أمون حورس آلهة ليبية دي مزيغ أيوة المعابد المصرية الكرنك تمبل دابو سمبل تسيوا تمبل أمون كمان نشنين كاف أموني نيسن نتشو صدر الصحراء الصحراء الغرب الليبي وهنا تل أبو سمبل حورس نفس أو أوالد الهيروغليفي يناميو أيضا الدوكومنت ancient history of Egypt نتي ناميو نتي نشين الآله توت وصد سليبيا الكارثه ما اكملش نقارش لهذا السبب ماشي تغري ولاش تغري الموقع عن الاهرامات كثير ناس متى ناس اهرامات الجيزه قمصر ناس اهرامات الجيزه سليم حسن نرسل كتاب سليم حسن عالم اثار مصري معروف اول عالم اثار مصري ده بزوار مصر قال من الاثار سليم حسن تعتبر ان ذا سورس ذا فيرست وان واي ذا بيست ذا فيرست وان متى يما يقع ابو الهول
فوق المرتفع المعروف بالهضبة الليبية. يعني أبو الهول يلا الموقع على أبو الهول ريجون أوف أبو الهول تتنس الهضبة الليبية. يقول العلماء اللي هو مانفريد لوكر، مانفريد لوكر هذا من علماء الألمان اللي هو متخصص في التاريخ المصري، يقول أن الفن فن أبو الهول سفينكس اللي موجود أبو الهول هو فن من الصحراء الكبرى، وموجود نفس الفن هذا بنفس هذه الطريقة بالستايل الموجود، الفن هذا بتاع النقش هذا موجود في ليبيا في جنوب ليبيا وموجود في الجزائر، موجود بنفس النقش هذا وتعود لعصور ما قبل التاريخ. العلامة هذه الموجودة في كل آلهة مصر عند علامة بالطريقة العلامة التانيثة هذه موجودة في ليبيا والجزائر وموجودة في النقوش موجودة في التسيدي موجودة في الهوكار تعود إلى 10,000 سنة اللي هي اللي يسموا فيها التايمز اللي هي الراوند هيد تايمز اللي هي من 8,000 years إلى 10,000 years ago. هذا موجود وهذا ثابت وعندنا صور وصير رشيد حنحولها لك أنت باش على الأقل تنشر يعني هذا الموضوع. المشكلة نحن يعني نشنين نقارش قومزرو قارش قومزرو وغرنخش المراكز اللي هو Institute of History المفروض كان كندا المفروض كندا كان ديس Institute of the History of North Africa يا سيدي شابربر إزغامازي يا سيدي History Ancient History of North Africa. أمريكا مهتمين سل الولايات السيت نشغري غادي أمريكا الولايات السيت مهتمين سل موضوع North Africa. لكن لازم شنين لازم نيجي الانستيتيوت هو ذا كان أكاديميك ذا كان ديس الأمزرو ديس كل لازم ذا كان نخسنيك بالضبط دن نشوف غير العالم أيوة لأن نرى الأسد السياسة تطغى في التاريخ. سياسة البوليتيكال نتتي destroyed everything بالذات قد دول الجزائر ليبيا تونس على التيار القومي العروبي القومي العروبي أدي ترى مس إبراهيم شوقي إبراهيم معمر هذا المادك ديت مكانتك نظام تتسنق لهم ضمغار تزاوية تسكلانك زوريا تزاوية زوارا اللي كان في ليبيا وشي دينا أدي قرى أغب النغم طرحان لكن تفرن أمزغوي ولكن غورنا أما ذي ليبيا أما ذي الجزائر أما ذي المغرب ولاش المقارن تدسيوين ونذير وسنان دي سنتر دي ريشيرش السيونتيفيكا قبلنا في مزغوي أقبورنا أدي قام كين غرير ذي الماريكان تولي الماريكان ومتك تكن أزال أغار ومزغوي نتمزغى نتفرخ أغفا ولا أكن وتسكنا ذي نتفرخ أغفا غورنا أس كسيوان قارون إماس إبراهيم شوقي سيدي نير استعرف إوا شو خطر بغات تصافي فهم أنو عرف الجزائر ما ولا أنت كيسا كتفهمن ذا كان ماس شوقي إبراهيم رأيت هذه الأيام دشنا تمثال ششنا في زيوزو وهناك جدل كبير وصل إلى حتى مصر وليبيا أين المصريين انزعجوا من ذلك وقالوا كيف يحملون بششنق المصري إلى تيزي وزو وحتى الجرائد الليبية قرأتها وكذلك السياسيون حتى وزير من حكومة الليبية قال ششنق ليبي وصارت ضجة كبيرة ما رأي أستاذ شوقي إبراهيم على هذا الموضوع نرد عليك بالعربي بشيف أبو العربيين هذا هو الهدف نعم هذا هو الهدف بزر الجاهل مشكلتنا في الجهل والجهل عندنا مقدس زي ما قال جورج ترابيسي قال الجهل المقدس باتريك كروا قال الجهل المقدس باحث القبائل الأمازيغي المعروف محمد أنكون قال كذلك الجهل المقدس رحمة الله عليه أي يتكلمون عن التاريخ في 2021 وشيشنخ منذ أكثر من 3000 سنة لم يكن هناك شيء اسمه مصر وليبيا و تونس والجزائر والمكان هناك منطقة تسمى ليبيا من النيل
من غرب النيل اللي هو الأهرامات الآن إلى آخر المغرب كانت تسمى ليبيا. وهذه المنطقة بالكامل كان تاريخها معروف، والمؤرخين تحدثوا، منهم من كذب علينا وصدقناه إلى حد اليوم، ومنهم من كان صادقا، والمهم اتفقوا كلهم على هذه المنطقة اسمها ليبيا بالكامل. يعني شيشنق هذا ليس ملك ليبيا بحدودها الجغرافية، ليبيا بحدودها الجغرافية تأسست 1916، هذه ليبيا الحدود الجغرافية لليبيا. الجزائر بنفس الوقت، وقبلها تونس والمغرب وكذا، وهذه الدول، لكن في الأصل اسمها ليبيا. جاء الرومان سموها أفريكا على كلمة أفري اللي هو الكهف. السياسيين أي حدث يكون ثقافي لو تدخل فيه السياسيين اعتبر العملية كلها أصبحت سياسية، لأن أكبر جهلة بالتاريخ هم السياسيين، لأنهم مستعدين يكتبوا على التاريخ، وبالذات التيارات القومية المؤدجة والمتطرفة. شيشنق ذكرته المصادر العبرية منذ القرن الرابع الميلادي، وهذا موجود في 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 الإصحاح، أن شيشنق هجم على القدس ودخلها وأخذ كنوزها من مملكة سليمان. وشيشنق هو ابن الأسرة أو مؤسس الأسرة 22 والتي حكمت 200 سنة، وهو مدفون كان في معبد الكرنك. ومومياء شيشنق موجودة في الدور الثاني والدور الأول في المتحف المصري إلى حد الآن. والمجتمع المصري 50-60% هو مجتمع ليبي أمازيغي صرف، وهذا بشهادة علماء الآثار الأوروبيين، وليس المصريين، لا يوجد لديهم إلا بعض المحاولات، وهم إلى حد الآن يتكلمون المؤرخين المصريين المؤدلجين، لكن الحقائق والأدلة هي التي تثبتها. والدليل على هذا أن خوفو نفسه اللي هو الملك خوفو وبنى الهرم، الباب الرئيسي على الهرم موجود فيه نص للتفناخ، وأنا موجود عندك تلقى في المسنجر، وصلك يا سيد رشيد تلقى موجود في المسنجر. معناها الحرس اللي هم الخاص بخوفه والملك اللي أودعوه هم اللي كتبوا النص، والنص كان مقدس، عرف شخص من الطوارق في مدينة غات في ليبيا لا يتكلم العربية، شاف النص قال لي هذا نص مقدس، لا عرفه في خوفه ولا عرفه في أي مكان. بعدين قلنا له شو معناه بالضبط، قعد يتكلم معنا على المعنى بتاع النص، إنه هو إنسان مسكين يعني ما يعرفش حتى اللغة العربية ما يتكلمهاش. فوصلنا أنه هو اسم النص معناه أدخل بخشوع، وهذا النص موجود. توت عنخ آمون، مقبرة توت عنخ آمون اكتشف بها نص تينيت، تونا رسولك حتى هو عندي موجود نص تينيت بالتفناخ، وهذا موجود ومعروف في شريط سينمائي موجود عند أحد المحطات، ونلقيت صدفة. والبعثة الألمانية اللي هي دخلت لهذا المكان ومنها عالمة أثار ألمانية هي اللي بعثت لي وقالت لي هذا النص، هل هو نص أو آيكونز يعني بمعنى زي الديكوريشن اللي هي التراث المصري. قلت لي هذا نص ونص التفناغ، بعدت لها لغة التفناغ نشوف الأوروبيين. قالت أنا متأسفة، أنا لازلت أجهل الكثير. يعني حتى داخل مقبرة توت عنخ آمون اكتشفوا نص بالتفناغ موجود، وحنرسلوا لك النص بالصوت والصورة باش يكون عندك يا سيد رشيد. يعني بمعنى التاريخ المصري لا يمكن أن تتجزأ وتقول ما فيش ليبيين فيه في تاريخ مصر. الواحات السبعة اللي هي أبو سمبل والدخلة والخارجة والفرفرة، الفرفرة هذه معناها لتوه قاعدة مزيغي، الفرفرة من الفرم الطيران، وسيوة وإيشالي وأغرب، هذه الواحات السبعة اللي هي هجمها في نص عرمر، يقول لك هجم على المدن السبعة اللي بي هذا نص عرمر يا عمره اللي هو التاريخ بتاعه 4000 سنة بي سي اللي هو 6000 سنة من اليوم، بيقول بالحرف الواحد نص الهيروغليفي، يقول أن الملك العقرب اللي هو سكوربيون كينج يهاجم المدن السبعة الليبية ويدمرها ويدمر قصورها، معناها القصر اللي هو الأغرم احنا نقول اللي هو غاسر، واحنا نقول له هذا موجود من الألف الرابع قبل الميلاد، اللي يقول لك بنوه المسلمين وبنوه العرب وكذا. والمدن الليبية نفس المدينة اللي موجودة اللي هي أنا سيوة زرتها، نفس سيوة، نفس الموجود في الجزائر، نفس الموجود في تمبوكتو،
نفس اللي في ليبيا، نفس المدن الموجودة في تونس والمغرب، بنفس الهندسة وبنفس التاريخ وكل شيء. أي مدينة قديمة تعود لعصور ما قبل التاريخ لنهاية العصر الحجري الحديث لازم تلقى فيها القصر هذاك اللي هو بداية المستوطنة اللي هو المخازن الحبوب. هذا الفكر موجود من نهاية عندما عرف الإنسان الاستقرار. لكن هؤلاء مشكلتنا أن احنا لا نقرأ التاريخ. الآن يكلمني وزير الثقافة الليبي كان عايش في 2021 يتكلم عن الشرق الليبي. ليبيا بالمفهوم القديم هي هذه المنطقة اللي تبدأ من الأهرامات إلى المغرب. يعني معناها لما نلقى تمثال ليش شناق في الجزائر في المغرب في تونس ويقول لك هذا ليبي بالمصطلح القديم، يعني المنطقة هذه ليبيا. مشكلتهم هذا لا يمكن يفهم يقرأ التاريخ، ولو حتى وكان قريب مش حيفهم، ولو حتى فهم حيموت. هذه مشكلتهم، هذه مشكلة. يعني معناها غباء مركز وعدم قراءة النص. مفهوم قراءة النص مشكلة عندنا، مفهوم قراءة النص. وهذا علم قائم بذاته، اللي هو علم بالضبط وعلم الفيلولوجي. علم الفيلولوجي لو نخلو المتخصصين يتكلموا في هالموضوع حنوصل الحل. المشكلة ان كل من هب وذب يتكلم. هذا الجاهلين نحكي كلام الجاهل المقدس، جماعة الجاهل المقدس. إذن أستاذ شوقي إبراهيم، ممكن لو كانت التاريخ هذا معروف جدا كما قلت أن ليبيا في الزمن القديم كانت تمتد من النيل إلى المحيط الأطلسي، ممكن نعتبر من وجهة نظرك أنت الآن أن لو اعتبرنا تيزي وزو كعاصمة تمزغة كعاصمة ليبيا شيء جيد عم تمثال شيء شنخ في تيزي وزو، أليس كذلك؟ أنا شجعت العملية هذه، بس كنت أفضل أن يكون المثقفين هم في المقدمة ويتناقشوا المثقفين في الكلام هذا. لكن تفاجأت أن هناك سياسيين وجهلة ما زالوا في المقدمة. شيشناق ليبي، وهذا باعتراف حتى المصريين، هذا باعتراف حتى المصادر المصرية والعائلة الليبية اللي حكمت مصر 200 سنة. وهذا تعرف سي رشيد، هذا بالعكس، هذه ميزة الحضارات، ميزة الإمبراطوريات والحضارات أنها تستقبل الآخر. سيبتيموس سيفيريوس المصادر الرومانية أو اللاتينية قالت إنه ليبي، ولكن حكم روما كم من سنة هو ابناء أوباما أفريقي. وهذه ميزة الحضارات، الإمبراطوريات والحضارات واللي عندها تاريخ تستقبل الآخر ولا عندها مشكلة في الآخر من يوم التاريخ هذا. معروفة. وآيكونز في فرنسا يعتبروا فيه رمز في فرنسا زي الدين زيدان. وحنمشي لو مشيت للجزائر أنا نوعدك حنمشي وبنصور في جنبة تمثال شيشناق باير، وممكن نعمل محاضرة. المهم البوليس الجزائري بس ما يكون شريع. سوف نتحدث حول هذا الموضوع في مناسبة أخرى، أكيد نسميه سنتين مديم ثاموس نخدم ذاك كي نمتكر وشك إني استعرف وشو نبغى وكني نزنا كي ندي نستعرف وتعرف أذيا وذك وجدك إني تولى كنا يجرنا للزاير استعرف دي تفرن ذاك نوم سند تصدي de la statue qui est en chasse nerf des éoseaux, mais déjà on a une masse en kif-kif, les réseaux sociaux, les églans de Libye, de Zaire, de Tunis, de Maroc, et qu'on s'en défense d'akir, et qu'on s'arrête, il y a un gars qui est un, et il y a un gars qui est un des ilmad, nous mesurons à quoi, en Libye, ou d'arnais, c'est un doyen, mais c'est un doyen de la faculté de lettres et des arts de l'université de Zouara de Libye. اي وين دينا بلي ذي الحاج يصفحنا طاس لكن ثغيوانت نعتمد تنتيزي وزو سبدا ذاك ينششناق وذاني صح ماشي حاجه قبليا اي مزيغن اكن ملان جارسن اكيد تولي مكا امن ذاك يا بروفيسور ابراهيم شوقي معمر وماينيا سلمي طاس سبتين يمت قبل سنين وقالنا تيكيو 5 مس شوقي ابراهيم ادروح على ليبيا على زواره أتخدم ريبورتاج دينا يذك أتصمد أوغر في الوقت ثول حتكي يوفانا كادينا لوت. يا ريت والله التست، يا ريت التست والله يدور ليبيا إن شاء الله. مرحبتين هنمي، فكان الكوفيد أكيد 19 واحد من أنا ذير أكذ ماس
ناخذوا ومس ونذير نعم لو سونتر دو ريشيرش كان يخدم عندك يخدم البروفيسور كي يتولي شوقي ابراهيم عمر ماينير ثاني ميثيك نظام وسينادين اول اللي كان قالوا اول اللي كان قالوا مس شوقي ابراهيم والله نخسر الجهد يعني بمعنى الباور انا اخدم امامك انا اشاره يمزروا اني مزيغا لنا نفيش المصادر المصادر الحل اللي غيرنا شنين تيرو نشي لازم الحومة في المصادر المصادر التاريخ لنا غمزروا نغشين تملي لك ما قبل التاريخ قصور ما قبل التاريخ بري هيستوريك تايمز نتا الحل باش يهبسن يعني بمعنى باش انسوسم ان البواقه اللي تتلين غرس الحرب فلان غرس حوالي 100 عام ساعه من شكلين العرب ساعه من كلين وغرون امزروا كل لكن شيء ناكد نغنى غمزروا خرصيت 10000 سنه شالفين 3000 ذاك النبلغ شارع ارى واللي شارع ننسى الفينيقيين الفينيقيين أسطورة كاذبة نشني نصدق وليش رانس الفينيقيين إطلاقا إيجي دي سبعة 800 سنة لأن السلوست يوم مايسن قبل 800 years ago ديس الفينيقيين وسدن ما ماكو سدن أسطورة أسطورة يعني بمعنى تأخذ هذه المشكلة مشكون لا يمكن لا يتصدقش أكيد مشكين وليش أولي أسطورة كاذبة لا علاقة لها بالتاريخ الدشنين مفروضة فلان غنصدق أمزروه أنا ويتسكر كوسنا فلان دايو لا يمكن يصير شنين غنى أمزروه دا أمزروه راهو 10 سنة لازم أنحوم فلاس لازم أناري أناري أمزرونا طريقة صح شارة أكاديمية علمية صحيحة إن شاء الله إن شاء الله تلمير تلمير مس رشيد نستاذ منك مس رشيد بس نعطي نص بسيط بالعربية لكل من يشكك في تاريخنا. تفضل تفضل. الأمازيغ الأمازيغ أو الليبيون القدماء أو البربر سميهم ما شئت. هذا الشعب وهذه الأمة لها تاريخ يعود أكثر من 10000 سنة. وهذا التاريخ مشهود له بالوثائق والمصادر فيما لا يدع مجالا للشك. بيننا وبينكم هو العلم. ولا شيء غير العلم. ليست الأساطير بل أدلة وشواهد تاريخية تثبت عكس ذلك تماما النقوش والرسومات الموجودة في الصحراء الكبرى بصفة عامة وما عثر عليه في مناطق الساحل اللي هو ما يسمى عن طريق البحر إلى بها من الأدلة والبراهين عن وإسقاط عديد النظريات منها الفينيقيون وأسطورة الأكذوبة اللي عملتها هنا وأسطورة قرطاج وهي قرطاج مدينة أمازيغية ليبية بنتي لا وجود لاسم قرطاج بالفينيقي إطلاقا ولا بالروماني ولا بالأغريقي هذه قرطاج مدينة ليبية أمازيغية عمرها أكثر من 5000 سنة وليس 3000 عام المدن الموجودة على سواحل شمال أفريقيا القديمة كاملة أراها تعود إلى فترة العصر الحجري الحديث والنيولوتيك وهذا الاستيطان البشري موجود منذ تلك السنين نحن لا بد أن نكتب تاريخنا ليس بعنصرية ولا بجهوية ولا بقبيلة ولا بقبلية سنكتبه بمنهجية علمية نقنع أنفسنا قبل أن نقنع الآخر وإن شاء الله بدين في برنامجنا وسنكتب تاريخنا بطريقة صحيحة وأدعو إلى إعادة كتابة تاريخ شمال أفريقيا المزور تاريخنا القديم مزور تماما ومشوه تماما علينا أن نستفيق وإن شاء الله تنمير 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 ماس شوقي إبراهيم عمار أكيد دوسة تقران تدفوني ذكيرين ديفوني ذس أختصم فهم نهضر ذكا استعراف تنمير وشو نظر الأخران يوكين ين إزن سنة دي أورد يوكين ين إرد يتقن كين يعويقان دو قبريد النور قبريد الحون غرفي ذات ومزروين تي ذات نتمزغى أكيد دوسة إنسان مليل دو قد ما هو النظام هذا تمليل في نظام دي أسنة سيارة غزاتة كذا بروفيسور شوقي إبراهيم معمر إيجلان إتكت نظام دلتا إضمرار نتس ذاويت نتس سكلا
Zoré, on a le doyen de la faculté de lettres et des arts Zouara, l'université de Zouara, les biens, on a dit qu'il y a des talouites.